اهلا بكم اعزائنا المشاهدين. ان شاء الله في الفيديو ده نقدم لكم موبايل مميز جدا من شركه زد تي اي والنوبيا زد 60 الترا ليدنج. في الفيديو ده هتعرف كل حاجه عن الموبايل، هتعرف مواصفاته، هتعرف مميزاته، هتعرف عيوبه، هتعرف سعره. مش هتخرج من الفيديو ده الا وانت عارف كل كبيره وصغيره عن الموبايل. خليكم معانا لاخر الفيديو، يلا بينا نبدا ونقول بسم الله. اول حاجه هنتكلم عندها على التصميم، تصميم الموبايل بالنسبه للظهر جاي من الازاز والفريم من الالومنيوم. وزن الموبايل 246 جرام، يعني نوعا ما وزنه تقيل في الايد حاجه بسيطه. وعندي فيه مقاومه كامله للميه والغبار بشهاده IP68، يعني الموبايل لو نزل منك في الميه مسافه متر ونص لمده 30 دقيقه مش هيجرى له اي حاجه. التصميم ككل تصميم شيك جدا، وعندك مقاومه كامله للميه والغبار، فالتصميم ككل تصميم كويس جدا. اما بالنسبه للشاشه فهي اموليد، القياس بتاعها 6.8 بوصه، ودي شاشه كبيره، والدقة بتاعتها 2480 في 1116 بكسل، كثافة بكسلات 400 بكسل لكل بوصة. وعندك الشاشة دي بتدعم 1 مليار لون، معدل تحديث 120 هرتز، وبتدعم الـ HDR، وبتوصل درجة السطوع بتاعها لـ 1500 شمعة. فالشاشة ككل شاشة كويسة جدا ومفيش أي تعليق عليها. لو هنتكلم على المعالج في الموبايل ده ومن شركة كوالكوم والسناب دراجون الـ A Gen 3، ده معالج ثماني النواة. دقة التصنيع بتاعته 4 نانومتر، ومعالج الرسوم اللي موجود فيه هو الادرينو 750. المعالج هنا معالج قوي جدا وهيسد معاك في اي حاجة، سواء في الاستخدام اليومي او في الالعاب. اما لو هنتكلم على السوفت وير فهو اندرويد 14 مع واجهة زد تي اي ماي او اس 14.5، وده احدث سوفت وير موجود حاليا. الموبايل نزل عندي باكتر من نسخة واكتر من اصدار. اول نسخة هي 256 جيجا مساحة تخزين داخلية مع 8 جيجا رام، تاني نسخة هي 256 جيجا مساحة تخزين داخلية مع 12 جيجا رام، وتالت نسخة هي 512 مساحة تخزين داخلية مع 16 جيجا رام، ورابع نسخة هي 1 تيرا بايت مع 16 جيجا رام، وخامس نسخة هي 1 تيرا بايت مع 24 جيجا رام. نوع مساحة التخزين الداخلية من نوع UFS 4، ونوع الرامات من نوع LPDDR5X، وده أحدث حاجة موجودة. فهتلاقي مع السوفت وير مع المعالج مع أنواع المساحة التخزينية والرامات أداء خرافي. لو هنتكلم على الكاميرات فالكاميرا السيلفي هي كاميرا واحدة بس 12 ميجا بكسل، وبتدعم الـ HDR، وبتصور معاك فيديوهات لحد 1080، والكاميرا هنا تحت الشاشة، يعني مدفونة تحت الشاشة، مش هتلاقيها موجودة زي الموبايلات اللي احنا ماسكينها دلوقتي. أما الكاميرات الخلفية فهما 3 كاميرات، الأساسية 50 ميجا بكسل فتحة عدسة F1.6، ودي فيها مثبت بصري، والكاميرا التانية 64 ميجا بكسل فتحة عدسة F3.3، وفيها برضه مثبت بصري، ودي بتاعت البايروسكوب أو التليفوتو اللي هي بتاعت التقريب، يعني اللي بتعمل زوم، وبتعمل معاك زوم 3.3X بدون فقدان أي تفاصيل. الكاميرا التالتة هي 50 ميجا بكسل فتحة عدسة F1.8، ودي بتاعت الألترا وايد أو التصوير بزاوية واسعة. كاميرات عندي هنا هتلاقي فيها فلاش أو رينج ليد، فلاش مدور كده، والكاميرات هنا بتدعم البانوراما والـ HDR، وبتصور معاك فيديوهات لحد 8K. فالكاميرات هنا هتديك أداء خرافي مفيش أي تعليق عليها. الموبايل عندي جايب سماعات ستيريو، للأسف مفهوش منفذ 3.5 مللي بتاع السماعات. عندي الواي فاي إصدار 7، البلوتوث إصدار 5.4، عندي نظام تحديد المواقع بيدعم أكتر من قمر، عندي الجي بي إس والجلونس والبي دي إس والجاليليو والكيو زد اس اس. فنظام تحديد المواقع في الموبايل ده عالي جدا، هيحدد لك المواقع بالظبط وفي فتره قليله جدا. الموبايل عندي هنا هتلاقي فيه ان اف سي، هتلاقي فيه اي ار اللي هو تقدر تشغل الموبايل كارموت، عندي فيه بصمه تحت الشاشه، في فيس انلوك، معظم المستشعرات في الموبايل ده هتلاقيها موجوده، عندي بطاريه عملاقه 6000 ملي امبير مع قدره شحن 80 واط. الموبايل نازل عندي بلونين، هو الاسود والفضي. طب سعر الموبايل ده كام؟ سعر الموبايل ده حوالي 790 دولار او ما يقابل الرقم ده في عملة بلدك. طيب سريعا كده، ايه هي اهم عيوب الموبايل ده وايه هي اهم مميزاته؟ اهم عيوب الموبايل ده ان مفهوش مكان لتركيب كارت ميموري. الكاميرا الامامية هتديك اداء كويس، ولكن كان تصوير الفيديوهات المفروض يزيد عن ال 1080. مفهوش منفذ 3.5 مللي بتاع السماعات. طيب بالنسبة بقى ايه هي مميزاته؟ مميزات الموبايل ده كتير جدا. اول حاجه تصميم شيك مع ظهر من الازاز وفريم من الالومنيوم، عندي مقاومه كامله للميه والغبار بشهاده IP68، يعني لو نزل منك الموبايل في الميه ما تقلقش عليك خالص. عندي شاشه مميزه جدا وكبيره 6.8 بوصه،
وبتدعم ال HDR وبتوصل درجة السطوع بتاعها ل 1500 شمعة. عندي أحدث سوفت وير موجود أندرويد 14 مع واجهة زد تي إي الماي أو إس 14 و5 من عشرة. عندي معالج قوي جدا اللي هو السناب دراجون ال 8 جين 3. عندي الموبايل نازل بمساحات تخزينية كبيرة بتبتدي من 256 لحد 1 تيرا بايت، والرامات من 8 جيجا رام لحد 24 جيجا رام. عند الكاميرا الأمامية هتديك أداء كويس نوعا ما، عند الكاميرات الخلفية هتديك أداء خرافي، سواء الكاميرا الأساسية ولا الكاميرا اللي بتعمل زوم ولا الكاميرا بتاعت الألترا وايد، وبتصور معاك فيديوهات لحد 8K. عندك الموبايل فيه سماعات ستيريو، أحدث إصدار للواي فاي، أحدث إصدار للبلوتوث، بيدعم أقمار كتيرة جدا بالنسبة لتحديد المواقع. عندي فيه NFC، عند الموبايل فيه IR، عندي فيه بصمة تحت الشاشة، عندي فيه فيس أنلوك. عندي هتلاقي في الموبايل ده معظم المستشعرات موجودة. عندي بطارية عملاقة 6000 ملي أمبير، ودي هتسد معاك مع قدرة شحن 80 واط. كده قلنا لكم كل حاجة عن الموبايل، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، أشوفكم فيديو جديد، سلام عليكم.